الا قلت لك شكون هو افضل ساحر في العالم وقلت لي هو مايكل انجلو غتكون غلط. افضل ساحر في العالم وبهرني بهرني بهرني هو وزير مغربي، وزير سابق، خد 4000 مليار من فلوس الدوله حطها في يده ودار ليا تبخرات 4000 مليار. غير هو العروض ديالو كيشوفوها ناس قلال، ودوك الناس شحال ما شافوها ناس قلال شحال ما كيكون سهل انه يتجمع داكشي. الا قلت لك 4000 مليار تبخرات بين عشيه وضحاها وبالزربه غيبقى فيك الحال ياك، ولكن في هذا الفيديو غيتفقس كثر من غتعرف لمن مشات وكيفاش مشات وبالضبط بالضبط لمن تهزات، هذه اللي غتضرك بزاف. وقبل ما نبدا الفيديو ماشي مشكل نبين الناس اللي غيتذكروا اسمائهم في هذا الفيديو، هذا هو انني كنمارس غير حقي الدستوري اللي واجب عليا نمارسه، وكيقول لي الدستور لما مارسيش انت غير مواطن صالح، اللي هي الباب الثاني في الحقوق في الحريات والحقوق الاساسيه، وفي الفصل بالضبط 40. وغنهز معايا الدستور واخا حافظه وغنقول لك شنو تيقول الفصل. كيقول لك على جميع المواطنين ان يتحملوا بصفه تضامنيه وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها والتكاليف التي تتطلب تنمية البلاد. أنا ما عنديش وسائل، الوسيلة الوحيدة اللي عندي هو هذا، وأنني نكشف ذاك المفسدين حتى هما تعرقلوا تنمية البلاد، وإلا كشفتهم غادي تحيدوا تنمية البلاد غتزاد. يعني أنا كنمارس حق الدستوري ديال الفصل 40، غنسدو الدستور وغنكمل معاك. شهر تسعود على الأبواب، أهم شهر عند دول العالم كامل تقريبا. علاش؟ حيت هو الشهر اللي كتبنى فيه المجتمع، هو الشهر اللي كنبنيو فيه المستقبل، هو الشهر ديال أهم استثمار، هو الاستثمار البشري. غيدخلوا التلاميذ يقراو، المغرب 8,736,000 تلميذ وتلميذة غيدخلوا يقراو، منهم أزيد من 1,300,000 تلميذ يلاه غيدخلوا يقراو. عاد شنو تنقول يلاه يدخلوا يقراو؟ يعني 2040 هادو دابا ديال دابا 2040 و2045 هما الناس ديال البرلمانيين، هو الطبيب هو الأستاذ هو المحامي هو المستثمر هو الخدام ديال الدولة اللي غيشدنا. شنو وجدتي ليه؟ خرجت ميزانية ديال المخطط الاستعجالي ديال التعليم، النهوض بالتعليم، باش ما نبقاوش نشوفوا التدهور ديال التعليم وهاد الازمات والمغاربه فاقدين الامل في التعليم الحكومي. غتهز منه 4000 مليار وغطير في السماء ما غنعرفوش فين مشات. ليومنا هذا والفرقه الوطنيه باقا كتحقق في هذه الفرقه ديالي وباقا ما لقاتش يلا دابا تيقولوا التخسير. انا الفيديو كامل غتلقاه في اليوتيوب في اشرف جورناليست قناه انا مفصل بالوثائق، هنا 3 دقائق غنضرب الزربه وغنزيد في حالاتي. 4000 مليار اللي غتهز غتبخر وما غنلقاوهاش، والوزير كان هو احمد خشيشن رئيس الجهه وغيرهم 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 من المناصب اللي دوزها. ما علينا، 4000 مليار ميزانيه اللي تهز دوله في التعليم، ميزانيه ديال التعليم خياليه، والتصنيف الافريقي في الميزانيات كتجي انت الثالث ولا الثاني، ولكن في التصنيف ديال التعليم ما كنلقاكش. شنو كتسنى من شعبي كبر لك؟ تعليم. حتى الا ديتي انت المليارات غدا ولا بعد غدا ولا بعد غدا في الجذور ديالك غيجي واحد تيقرا في الحكومه وغيتاثر من هادشي. عرفتي شنو هو التعليم؟ هو النهوض ديال كل دوله والتقدم ديال كل دوله، كتشد وكتخشالس منها من المخطط الاستعجالي، وهادشي ماشي غريب. الخلاصه ديالها شفناها في امام المدارس، ملي كتلقى تلميذه واقفه وكتقول الاستاذ بوغوس عجب ان ما قعدت ما نكتب، وكيجي تلميذ وكيقول لهم الحمد لله خلاونا ننقلوا امه فرحانه واقفه حداه، ويجي تلميذ ويقول الله يعطيهم شي مصيبه هذوك الاساتذه ما خلوناش ننقلوا باك واقف حداهم، تيقول لهم امين وكيبارك لولده انه كينقل وكنفتخروا انه كينقل. هنا كنقول لك فين مشات 4000 مليار، راه ماشي غير تختالسات، ها فين مشات، ها النتيجه ديالها، ها النتيجه ديال التلاميذ اللي ما كيلقاوش طواليطات، ها النتيجه ديال التلاميذ اللي ما كيلقاوش الطريق، ها النتيجه ديال التلاميذ اللي ما لقاوش كيفاش يمشيو للمدارس ديالهم حيت ما عندهمش اعدادي، بالنسبه لي ابتدائي هو اخر سنه دراسيه. هنا كنقول لك اقرا السلام على التعليم، ولكن كنتمنى النيابه العامه والفرقه الوطنيه للسلطه القضائيه تمارس حقها الدستوري حتى هي، وتقول للمغاربه الحق في المعلومه، ان هذه القضيه هذه اللي في اطار البحث وباقه في اطار البحث، ودوك الناس اللي تختالسوا وسرقوا باقين في مناصب، منهم باقي اللي في مناصب رشاد جهات وشادين كذا، يعطيونا الحقائق ويعطيو المغاربه المعلومه فين ولا التحقيق هذا وفين وصل التحقيق هذا. وكيف ما قلت لكم من قبل ان هذا الفيديو غتلقاه كامل في القناه اليوتيوب اشرف جورناليست مفصل ومخيط ومطروز بالوثائق.